بين المذاقين ولا كل الفريق وكل كما نقول احنا تسطر لان لازم الناس تعرف بان 70% هي اجور لاعبين ولهذا لازم كل فريق يدير سياسة الأجور تاع اللاعبين على حسب المداخيل نتاعو يكون اندكسي نتاع الفرق وهذا الشيء يعني موظف اللي يفهم هذه الأمور يعني حاجة بسيطة الناس ما نقدوش نتصوروا لأن كل الفرق وهذا الشيء معمول به في كل العالم عندها نفس القدرات المالية ريال مدريد ما عندوش نفس القدرات المالية كما جيتا حتى احنا في الجزائر لازم الناس تفهموا باللي كاين فرق اللي عندها